السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة سأريكم كيف تنقذون هاتف سقط لكم في الماء أو تعرض إلى الماء. قبل كل شيء أدعوكم إلى الالتحاق بصفحتنا على الفيسبوك وأيضا قناتنا على اليوتيوب. سأحكي لكم ما حدث معي. في أحد الأيام كنت في المنتزه، كان الجو عاصفا وشتويا كما نقول بالدارجة المغربية، ترصت مزيان. لكن عندما ذهبت إلى المنزل فوجئت بأن الهاتف تبلل. ماذا فعلت؟ إليكم التالي. كما تشاهدون أحبابي في الله، فهذا هو الهاتف الذي تعرض إلى الماء. الآن سأريكم الطريقة لمعالجته. نفكك الهاتف ثم ننزع عنه البطارية هكذا، أيضا ننزع الكارت سيم ثم نضعه جانبا، نأخذ البطارية والهاتف ثم ستفاجئون سنأخذ الأرز. هذا هو الأرز كما ترون، نأخذ كمية منه لكي سأضعه أنا في البلاستيك ثم نأخذ الهاتف والبطارية لكن لا نجمعهما معا ثم ندخلهما في الأرز. نثبت الهاتف في الأرض كما ترون، هكذا كما ترون أحبابي في الله، وبعدها نضعه في مكان دافئ ثم ننتظر 24 ساعة ونعيد تشغيله. أتمنى أن تعجبكم الحلقة، أيضا أرجو ألا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب ومتابعة كل جديدنا، وشكرا على حسن المتابعة.